قناة ديسكو أمين تي في أينما كنتم، وخصوصا العائلة الحريزية، بالدعاء للشفاء العاجل لأحد أبناء مدينة برشيد البررة، أخي وصديق الطفولة سيدي عمر العطاري القاطن بمدينة فاس واد فاس. أن نسأل الله جل جلاله أن يكرمه بالشفاء العاجل، ولا شفاء إلا شفاؤه، وأن يلهمه الصحة والعافية، وحرمه وابنته حيث ألم بهم مرض الجائحة، مما اضطر على إطار الاحتفاظ بأخينا سيدي عمر في العناية المركزة تحت التنفس الاصطناعي بالحي الجامعي محمد السادس فاس لعشرين يوما بعد عودته إلى مقر سكنه في استقرار صحي، والحمد لله بما تم الاكتفاء للحجر الصحي المنزلي لكل من حرمه وابنتهما. بالمناسبة هنيئا لأخينا وأفراد أسرته، وأن نوجه الدعوات لله صاحب العزة أن يشفيهم ويمتعهم بالصحة الجيدة والعافية. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله أكبر. إلهي اذهب البأس، رب الناس أشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. إلهي إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيهم وتمدهم بالصحة والعافية. يا رب اشفي سيدي عمر وأسرته، لقد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم خذ بيدهم، اللهم احرصهم بعينك التي لا تنام. رجاؤنا يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. اللهم اشفيهم، اللهم اشفيهم، اللهم اشفيهم، اللهم اشفيهم. للمشاركة في القناة لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم، مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد تشجيعا لنا.